لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الجزيرة نت، محتجون نصرية يستقبلون الكاظمي بالحجارة ويطالبونه بالكشف عن قتلة المتظاهرين. في صحيفة المدى، الطائرات المفخخة قد تستهدف النفط والمكافأة الأمريكية ستزيد عزلة الجماعات المسلحة. في صحيفة الشرق الأوسط، فصائل موالية لإيران تخطط للإطاحة بيد الكاظمي الضاربة. في القدس العربي، مصادر لبنانية، الحريري ينوي الاعتذار عن تشكيل الحكومة. في موقع الخليج أونلاين، وزير خارجية اليمن: وساطة عمان حققت تقدما لوقف إطلاق النار. في موقع عربي 21، نجاد مسؤول مكافحة التجسس بإيران كان عميلا لإسرائيل. وفي العرب اللندنية، كورونا يفرض شروطه، السعودية تقصر الحج على المواطنين والمقيمين. السلام عليكم. عن الدعوات الطائفية لهدم جامع الإمام أبو حنيفة في منطقة العظمية، كتب علي حسين في صحيفة المدى. يقول الكاتب إن الحوادث الكارثية التي حصلت خلال السنوات الماضية لا تحتاج إلى ذكاء لكي نكشف أن العراقيين دفعوا ثمن غياب الخير، والأهم أنهم دفعوا ثمن غياب المسؤولية الوطنية وإعلاء شأن الطائفية والحزبية، وقد بدا ذلك واضحا في الطريقة التي تعامل بها البعض من مسؤولين مع الأحداث الجسيمة. في كل يوم نجد من يخرج علينا ليحذرنا من النظر إلى تمثال أبو جعفر المنصور لأنه متهم بسرقة أموال الكهرباء والاتفاق مع حسين الشارستاني على لفلفة عقود النفط. وهناك من يعتقد أن قطع رقبة أبو جعفر المنصور سيضع العراق في مصاف الدول الأكثر تقدما، فيفوز في سباق التنمية على اليابان ويدحر سنغافورة والإمارات. ولم تجد الدولة من حل لمجابهة هذه الدعوات الطائفية سوى أن تضع حراسا على التمثال، وكان بإمكانها وإمكانياتها الكبيرة أن تعتقل أصحاب الدعوات، لكنها الديمقراطية التي يفهمها البعض على أنها إشاعة الخطاب المتطرف وتخوين الآخر. ولم تنتهي حكاية أبو جعفر المنصور حتى وجدنا من يطالب باعتقال أبو حنيفة النعمان ويحذر من خطر اسمه أبو حنيفة، وكيف أن وجوده وسط بغداد يهدد الحياة السعيدة التي تعيشها مدن البصرة وميسان والحلة. من يتفحص سيناريو المغازل التي تحصل كل يوم سيصاب بالصدمة والدهشة حين يعلم أنها وقعت في بلد به أكثر من مليون منتسب للقوات الأمنية، وبه قادة أمنيون تشيع وجوههم بابتسامة النصر دوما، وهم يتهيئون للحظة وضع الإمام أبو حنيفة تحت الحراسة كونه متهماً بالوقوف وراء ما يحصل في العراق. الكاتب يضيف أن الدعوات التي تطالب العراقيين بطرد أبو حنيفة تريد أن تقول لنا: لا يخدعنكم التاريخ الذي يقول إن أبو حنيفة مات سجيناً لأنه رفض محاصرة وقتل أحفاد الإمام علي، فهو مطلوب اليوم بتهمة أربع طائفية ويحتاج إلى أوراق ثبوت وأدلة تؤكد أنه عراقي النشأة والهوى. لم يعد مفهوم الانسداد السياسي الذي يتم تداوله من قبل النخب الأكاديمية والإعلامية والسياسية قادرا على توصيف مأزق الدولة والنظام السياسي في العراق. أياد العنبر يقول في موقع الحرة إن هشاشة النظام السياسي وانعدام ثقة الجمهور فيه تفرض علينا البحث عن مقاربات أخرى لوصف مأزق الدولة في العراق وتداعياتها في المستقبل القريب والمنظور. ملامح الاضمحلال السياسي في العراق تتضح من خلال قراءة ما يعبر عنه بمطالب حركات الاحتجاج، ويقابلها واقع سياسي من أبرز ملامحه وجود حكومة لكنها هشة وعاجزة، وبرلمان مفكك ومحكوم بتوافقات زعماء الكتل
ويمارس أعضاؤه دورهم الرقابي من خلال اللقاءات التلفزيونية والتصريحات الصحفية وليس تحت قبة البرلمان، وطبقة سياسية مشتتة متناحرة لا تعرف أي معنى من الانسجام والتوافق إلا في توزيع غنائم السلطة، ومن ثم أصبحت استراتيجية الطبقة السياسية مختصرة في بقاء النظام السياسي العاجز وإدارته بحكومات ضعيفة. لذلك نجد أن تغير الحكومات لا يغير من الواقع المأساوي شيئا، بل بالعكس هو يراكم الفوضى والخراب ويوسع دوائر الفساد والفشل. لا الاحتجاجات ساهمت في تصحيح المسار لإنقاذ ما تبقى من عمل صحيح في هذا النظام السياسي، كانت تتمتع بالمصداقية والإرادة الحقيقية حتى يتم تجسيدها على أرض الواقع. ولذلك تبقى الدولة العراقية في مرحلة التيه بين الدولة واللا دولة ونظام سياسي، ولكنه لا يعني حكم المؤسسات وإنما حكم زعامات الطبقة السياسية والميليشيات. ويقول الكاتب إن تأخر إعلان موت العملية السياسية في العراق ليس بسبب قوتها وصلابتها، وإنما البديل لم يتوفر بعد حتى يفرض نفسه. سجلت إيران عن طريق الحشد الشعبي نقطة على الحكومة، حكومة الكاظمي أقله ظاهرا، اضطر القضاء العراقي مستندا إلى حجج واهية إلى حد كبير إلى إطلاق قاسم مصلح قائد عمليات الحشد في محافظة الأنبار. خير الله يرى في صحيفة العرب اللندنية أن إطلاق قاسم مصلح المتهم في قضايا تتعلق باغتيال ناشطين سياسيين جاء ليكشف مشكلة القضاء الذي يشرف عليه شخص يطمح أن يكون رئيس الوزراء في يوم من الأيام. حاول الحشد الشعبي بميليشياته المتنوعة ممارسة ضغوط مباشرة على رئيس الوزراء العراقي، لكنه لم ينجح في ذلك، خصوصا أن القوات الحكومية بما في ذلك القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب نجحت في منع الحشد من السيطرة على المنطقة الخضراء في بغداد. انتهى الأمر بمجيء إسماعيل قاني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إلى بغداد، حيث التقى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء. ترافق وصول قاني إلى بغداد مع صدور أمر قضائي بإطلاق قاسم مصلح، يوحي ذلك بأن قائد فيلق القدس ما زال الأمير الناهي في العراق وأن كلمته هي الكلمة الفصل، في حين أن إيران استخدمت نفوذها عبر القضاء لإطلاق المسؤول في الحشد الشعبي. لا يعني ذلك أن معجزة حصلت وأن الأمور تغيرت كليا وأن النفوذ الإيراني تراجع لمجرد أن قاسم مصلح أمضى أسبوعين موقوفا. يعني تسلسل الأحداث أن المواجهة ما زالت مؤجلة في العراق من جهة، وأن تطورا إيجابيا حصل على صعيد أداء المؤسسة العسكرية عموما من جهة أخرى. الكاتب يضيف أن معركة العراق آتية لا محالة، هل تنتصر إيران عن طريق الحشد أم ينتصر الجيش والقوات الأخرى التابعة للحكومة؟ إنها معركة الدولة التي لا تستطيع التعايش مع الميليشيات، وهي معركة العراق بامتياز. هل العراق دولة أم لا؟ ما بين الاقتصاد والسياسة أكثر من شعرة معاوية، فإذا مدوها أهل الاقتصاد تلقفها أهل السياسة، والعكس صحيح، لا تنقطع في تلك الأمثلة التاريخية عن إدارة الأزمات. وهذا يطرح التساؤل الأهم والأبرز عن السعر الحقيقي للدولار في سياق اقتصاد الريعي وما بين هذا وذاك. مازن صاحب يقول في صحيفة الدستور العراقية إن الاختلال الأكبر هو أن يجدد الرئيس الأمريكي قرار حمايته لإيداع أموال ريع النفط العراقي في حساب أمريكي خاص يسحب منه البنك المركزي ليبيعه عبر نفاذة العملة. لم تحاول أي حكومة منذ حكومة علاوي وحكومتي المالك مرورا بحكومة الجعفري ومن بعدهم حكومة العبادي وحكومة عبد المهدي واليوم حكومة الكاظمي، لم تحاول أي من هذه الحكومات إيجاد البدائل المطلوبة لكي تستلم الحكومة العراقية ريع قيمة النفط مباشرة. السؤال: ما الجديد في الأمر؟ الجديد أن البنك الدولي قد حذر في دراسات موسعة من انتكاسة متوقعة لاقتصاديات الشرق الأوسط بسبب انخفاض متوقع لأسعار النفط مقابل تزايد الآثار السلبية لموجات جديدة من جائحة كورونا. وفيما يخص العراق، هناك دراسة مفصلة ترى أهمية إدراك خطورة الأزمة
في ابتكار الحكومة العراقية خطة إصلاح وطنية، أي الورقة البيضاء، التي تحدد مخططاً قديماً للإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق نمو مستدام متوسط الأجل من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. من يتحدث عن مجزرة الدولار وتصاعد سعره الذي من المتوقع أن يصل إلى 2000 دينار عراقي إذا لم تتوقف حدة المضاربات في الأسواق الموازية وعدم وضع إجراءات أبسطها استقطاع 10% من قيمة الحوالات لاستقطاع الضرائب والجمارك، ناهيك عن عدم وجود ضوابط مراقبة اقتصادية أمنية. ويقول الكاتب إن من مهازل الإدارة الاقتصادية الدولية هو أن يحمي الرئيس الأمريكي ريع النفط العراقي فيما يباع في البنك المركزي ليكون في السوق الموازي دولارات لصالح جهات يفرض عليها البيت الأبيض عقوبات بقوانين خاصة. جميع الأدوات والوسائل تعمل بكل طاقتها لإبقاء العراق ضعيفاً غير قادر على التحرك والمضي في ميادين التقدم والازدهار، وهذه كانت إحدى النتائج التي سعى إليها الاحتلال الأمريكي، وتقادمت المصالح الميدانية مع النظام الإيراني الذي عمل جاهداً وبكل طاقاته وأدواته ووكلائه على دعم وإسناد العملية السياسية التي أتى بها المحتل الأمريكي. هذا ما أشار إليه أياد العناس في مقاله بصحيفة البصائر. يبقى العراق الهاجس الرئيس والفعال لكل الخطوات والمشاريع التي ترسمها الدول ذات الاهتمام المباشر بتطور الأوضاع في العراق، ومنها المؤسسات العالمية والاقتصادية والمصارف والبنوك المهمة التي تعرف حقيقة العراق وأهميته في ميادين الاقتصاد العالمي إذا ما أتيحت له الفرصة للعودة إلى نهضته وعنفوانه وعطائه الميداني. ضمن هذه الأفاق المستقبلية والاهتمامات الميدانية والأبعاد الاستراتيجية، يأتي تقرير البنك الدولي الصادر بتاريخ 4 حزيران حول الأوضاع الاقتصادية والتنموية والتعليمية في العراق، ليلقي بظلاله على حقيقة المسارات الاقتصادية والوسائل التعليمية والإجراءات السياسية المتخذة من قبل حكومة بغداد وكيفية فهم وإدراك أهمية إيجاد التطورات الميدانية التي من شأنها أن تكون عاملاً رئيساً في نهضة البلاد. وهذا ما لم يحدث ولم تسعف جميع النصائح والإرشادات التي قدمت للطبقة السياسية الحاكمة في بغداد من قبل البنك الدولي في تقاريره السابقة والتي حذر فيها من مسار السقوط الذي يعيشه العراق. وجاء التقرير الأخير ليوضح حقيقة الأوضاع المأساوية وضعف الإجراءات المتخذة التي أدت إلى تراجع التعليم في البلاد والنهوض بالمؤسسات التربوية وإعداد البرامج والمناهج التي تساهم في رفع القدرة التعليمية والثقافية لأبناء الشعب العراقي لكي يكون ضمن مصاف الدول المتقدمة في جميع مراحل التعليم ومؤسساته التربوية. ويشير الكاتب إلى أن التقرير تزامن مع الاعتراف الحكومي بهدر ثروات البلاد وسرقة ونهب الأموال العامة. هذا الاعتراف الرسمي يؤكد صورة الواقع الميداني الذي تفتقد فيه حكومة بغداد لأي أدوات تنفيذية تردع المصالح والمنافع الفئوية والمادية للفاسدين من أحزاب السلطة والمتنفذين في سدة الحكم. أن يكون سعد الحريري رجل المرحلة في لبنان أو لا يكون، وأن يشكل الانهيار اللبناني علامة فاصلة في مسلسل الانهيارات العربي أو لا يكون، أمور لا يبدو أنها تؤثر كثيرا في حسابات المرجعيات الدولية الكبرى. إياد أبو شقرة يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن الكبار أكبر منا وأعقل وأقسى بكثير، ولهذا لا تهمهم بشيء معاناتنا وهواجسنا الوجودية إلا عندما تشوه شوارع مدنهم أو معابر حدودهم بإرهابي هنا ومهاجر غير شرعي هناك. ليس ضمن أولويات الكبار احتواء خطر لتحول كيانات الشرق الأدنى إلى أشلاء، أي دول فاشلة محتلة بعدما كانت عواصمها أعظم منائر التاريخ الحضارية، بل ما هو أسوأ أن الكبار لا يستشعرون خطراً يذكر من إحباطنا وتعصبنا وتخلفنا وجهلنا بأبسط أصول السياسة، لا سيما إذا كان معظم الضرر سيظل محصوراً بنا ولن يبلغهم منه سوى شرارات متباعدة. كما نتذكر جيداً أدى رهان إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على إعادة تأهيل إيران
الملالي لتكون الشريك الأمني لواشنطن في المنطقة إلى إطلاق يد قاسم سليماني وميليشياته المحلية الناطقة بالعربية في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وهو الرئيس جو بايدن نائب أوباما السابق يعود إلى استراتيجية إعادة التأهيل ذاتها عبر مفاوضات فيينا بعدما عطلتها حقبة الرئيس السابق دونالد ترامب. هناك محاولات فرنسية فردية في التعامل مع اللاعبين الشرق الأوسطيين، ولقد كانت أحدث هذه المحاولات المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون لحل الأزمة اللبنانية الأخيرة، لكن ماكرون أجهض مبادرته بنفسه نتيجة حرصه على استرضاء حزب الله في موضوعي الانتخابات العامة وتشكيل الحكومة. ويقول الكاتب إن الأمور صارت واضحة ووسط الانهيار العام وإصرار السلطة الفعلية على شل البلد وتجيل المسؤول عنه، دخل اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة دائرة الجد. في نهاية المطاف لا رأي لمن لا يطاع، وفتح الواقع المرير خير ألف مرة من القبول بترأس حكومة دمى تغطي احتلالا يتمتع برضا دولي. هدد إقليم البنجاب الباكستاني بقطع شبكة الهاتف عن الأشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا في بلد حصن نسبة ضئيلة جدا من سكانه ضد كوفيد-19. وكان إقليم السند أعلن سابقا عزمه التوقف عن دفع مستحقات الموظفين الرسميين الذين يرفضون تلقي اللقاح اعتبارا من تموز يوليو المقبل. وقال الناطق باسم الخدمات الصحية في البنجاب حماد رضا: في البداية كان الأمر مجرد اقتراح، لكن نظرا إلى التردد الفعلي لدى الناس قررنا التحرك. وأشار رضا إلى أن الهيئة الحكومية للاتصالات يجب أن تقرر طريقة تنفيذ هذا التدبير، وبهدف تشجيع السكان على الإقبال على التطعيم تروج السلطات لمنافع هذه الخطوة بما يشمل السماح لهم مجددا بارتياد صالات السينما والحفلات والمناسبات الدينية، واعدة برفع القيود عن الشركات والمتاجر فور بلوغ نسبة التحصين في أي إقليم 20%. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.